دخل الحمام فصدم بمفاجأة كادت أن تقضي عليه. تعرض رجل في 75 من العمر في كندا لمفاجأة غير متوقعة بعد ذهابه إلى الحمام، إذ خرج عليه من وعاء المرحاض فأر عض قدمه قبل أن يستطيع التخلص منه. ولم تنتهي مفاجأة الرجل عند خروج الفأر من المرحاض وإقدامه على عض قدمه فحسب، إذ تسببت هذه العضة بإصابته بجرثومة بكتيرية كادت أن تقضي عليه. نقل الرجل إلى المستشفى بعد الحادثة وتم تمضيد جراحه، لكنه بعد ذلك ب18 يوماً أصيب بحالة من الإعياء والحمى والألم الشديد في البطن، وبعد مراجعة المستشفى تبين أنه مصاب بجرثومة بكتيرية خطيرة إثر عضة الفأر وتسمى البريميات، وهو ما تسبب للرجل بحالة من الإنتان وفشل متعدد الأعضاء، وتم إدخاله العناية المركزة وإعطاؤه المضادات اللازمة وإنقاذ حياته.